السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير، ويا صباح الفل عليكم لو بتشوفوا الفيديو. ان شاء الله الصبح مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب لو بتشوفوا الفيديو بإذن الله بعد الظهر. النهاردة عايزة اقول لكم على، يعني بصوا، مكون تحفة رهيب، حلو جدا جدا، سعره رخيص جدا، هيتراوح ما بين ال 15 وال 25، والفرق ما بين ال 15 وال 25 هو فرق الكمية مش اكتر من كده. المنتج ده حلو قوي، او المكون ده حلو جدا جدا جدا، بيشتغل مع الطيور في كل حاجة تخص الطيور عندنا، يعني الطيور عندنا، وده اللي انا بوصي بيه في الفيديو ده. لو الطيور عندك لسه طالعة من جرعة ادوية مضادات حيوية او سالمونيلا او كوكسيديا او الكلام ده كله، ادي المنتج ده وانت مطمن تماما تماما. لو عندك الزغاليل عندنا لسه طالعة، واحنا هنشوف دلوقتي مع بعض اللي رزقنا بيه ربنا من الطيور بتاعتنا، بعد ما ابتدينا نلغي بنسبة كبيرة جدا جدا. على فكرة يا جماعة، انا فعلا يعني ما بقالي 3 ايام دلوقتي مش بحط حبوب، خلي بالكو، والحمد لله رب العالمين. هتشوفوا معايا الزغاليل شكلها عاملة ازاي، الانتاج عامل ازاي، هتشوفوا الزغاليل ازاي ريشها بسم الله ما شاء الله طالع حلو قوي، وطالع بدري، يعني بمعنى اصح مزغبة كده بدري. فالطيور الحمد لله الحمد لله رب العالمين. احنا عندنا في القناة، قناة كلام في الهواية، شغالين بقالنا فترة طويلة، يعني انا معاكم بقالي سنتين تقريبا اهو شغالة، من اول ما بدأت القناة معاكم، ان انا دايما بنصحكم بالوجبات الطرية بكل انواعها، وفي عندنا في القناة وجبات طرية كتيرة جدا جدا وامنة جدا جدا بالنسبة للطيور. بصوا منظر جميل، يعني فعلا قصة هو بيأكل النتاية اللي معاه عشان تدخل تأكل الزغاليل، يعني هو شبعان كمان وبيخليها هي تاكل عشان تدخل تأكل. ارجع لكلامي معاكم، الوجبات الطريه حلوه جدا جدا بالنسبه للطيور. هيطلع لكم في حلقه الاي ازاي تخلوا الطيور عندكم اللي مش متعودين ياكلوا وجبات طريه، طيورهم تاكل وجبات طريه، يطلع لكم في حلقه الاي ازاي يتعودوا معاكم على الوجبات الطريه. بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيد ويبارك. هنا الطيور اهي زي ما انتم شايفينها، واللي عايز كمان بيزود الانتاج، بيبتدي بقى طيوره كلها، يعني السلاكه دي كلها بسم الله ما شاء الله فيها فروخ، ابتديت ان انا انقل الفروخ الصغنونه اللي لسه طالعه في حدود الخمس ايام، يعني لسه اللبة الاهالي بتاكل لبة، ابتديت انقل مع فروخ تانية، احط الفروخ الكبيره مع بعض الصغيره احطها للاهالي اللي هي لسه معاها حاجات صغنونه، ولكن بشرط يكون عمرها ما تعداش الخمس ايام. ليه؟ عشان يقدروا يستفادوا باللبة، وهيطلع لكم فوق في حرف الاي تكوين اللبة، ازاي بيتكون اللبة عند الطيور عندنا، يعني فيديو حلو جدا جدا ان شاء الله يعجبكم. تمام، بعد كده بقى هنبتدي ننظف الطيور دي، لان كمان رجليها متسخه، فلازم لازم ننظف العشوش صح، لان الاخلاط بعد الاكل الوجبات الطريه ممكن يكون شويه لين، فنخلي بالنا من النقطه دي. هطلع لكم في الاي ازاي نعمل ننظف العشوش بطريقه صح يا جماعه، عشان الريش يطلع معانا حلو، ويطلع الريش متنفس حلو، يعني شكله من كل النواحي حلو. ارجع تاني للمكون الرهيب الفظيع دوت، زي ما انا قلت لكم تستخدموه وانتم مطمنين تماما. بصوا الفروخ واكله ازاي، الزغاليل بسم الله ما شاء الله، الاهالي يعني الحمد لله رب العالمين. بصوا الحويصله مليانه بسم الله ما شاء الله، بصوا الطيور يعني دول تقريبا عندهم اقل من 9 ايام بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني يمكن كمان اقل من كده، فبسم الله ما شاء الله، يعني انا شايفه ان النتيجه، انا متعوده مع طيوري كتير من قبل حتى انشاء القناه على الوجبات الطريه، فنصيحه بجد بجد، ده كان كلام فاضي مننا، واحنا كنا بنستسهل حكايه الحبوب اللي هي يعني الحبوب اللي احنا الفلاغس والبلكم والدنيبه. وبمناسبه الفلاغس والبلكم والدنيبه، في يطلع لكم في حرف الاي فوق فيديو بيتكلم عن 3 حبوب بديله للفلاغس والبلكم والدنيبه، روعه وسعرهم حلو جدا جدا، وبتاخدوا منهم بصوا فوائد كتيره كتيره كتيره. جربوه كده وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في البدائل دي وتجاربكم مع البدائل، ولو حد عنده تجربه قام بيها مع طيوره في البدائل يكتبها لنا تحت عشان الكل ان شاء الله يستفيد. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم القناه، لو عجبكم الفيديو والقناه طبعا. ويا ريت تفعلوا زر الجرس يا جماعه، لان الاشعارات مش بتوصل لكم باستمرار، يعني بلاقي ان العدد قليل اللي شاف الفيديو بالنسبه للعدد المشتركين، ففعلوا زر الجرس، واللي مفعله ممكن يلغيه ويرجع تاني، وبالشكل ده ان شاء الله تدفع يعني يبقى في مشاهدات افضل على الفيديو وانتشر اكتر. هنا المنتج اللي انا بقول لكم عليه تحفه وروعه، هو منتج اسمه الكوميو.
الكوميك ده حلو جدا جدا، ويكفي ان انا اقول لكم ان هو فيه كل مجموعه بي كومبلكس، ومش ده المهم بس، مع ان مجموعه بي كومبلكس كامله من اهم الحاجات. نرجع لفيديو فايده فيتامين ب، من يعني من الحاجات اللي بتنسوها قوي قوي، فيتامين ب او بي للطيور بكل اشكاله، او بكل يعني عندنا من بي 1 لبي 12، فانتوا بتنسوا الحاجات اللي هي فيها فيتامين ب. طيب داخل الكوميت ده دخلوا ايه كمان؟ دخلوا مادتين مهمين اهو. الكيس ده اللي قدامكم ده ب 25 تقريبا، 100 وشويه جرام، اللي هو ب 15 او ب 12 اقل منه شويه. استنى كده اشوف لكم ده كام جرام كام جرام كام جرام، والله انا مش عارفه كام جرام. ده 100 جرام، ماشي، ده 100 جرام تقريبا، فيعني سعره حلو قوي على الكميه. الصغير لو عندك اسس يعني مش كتير، استخدم الصغير مفيش مشكله، المهم لما يتفتح يتقفل كويس قوي بالسيلوتيب او اي حاجه، علشان بس ما يرطبش مننا، وحرام دي فلوس مدفوعه فيه. الكوميت ده فيه مادتين مهمين او ثلاث حاجات مهمين فيه انا محتاجاهم قوي مع طيوري اليومين دول، هي ماده الكولين وماده البروتين، وطبعا في فوليك وفي املاح واحماض والكلام ده كله. طب هتقولولي المادتين دول بيعملوا ايه؟ اول حاجه الكولين مهم جدا جدا بالنسبه للطيور، يعني بصوا بيشتغل معاهم كمكمل غذائي تحفه، كمان بيشتغل على بينظم وظائف الكبد وبينشط الكبد بطريقه حلوه جدا جدا، كمان يعني اقول لكم بينظم يعني بينقي الدم، كمان في احماض، في بيساعد على نمو الريش وحجم الزغاليل، يعني كمان في مجموعه من فيتامين ب كلها تقريبا موجوده فيه، زائد ان طبعا احنا محتاجين فيتامين ب 7 او 7، وهقول لكم ده موجود فيه من انهي حاجه. كمان هقول لكم على حاجه، احنا لما بندي ادويه سواء للكوكسيديا او الكوليستريديا او للسالمونيلا، كل انواع الاسهالات بنشتغل معاها بالمضادات الحيويه، ده من احسن ما يكون الكوميت ده او ماده الكولين كمان اللي موجوده في الكوميت ده، من احسن ما يكون ان احنا نقدمها لطيورنا اللي واخده مضادات حيويه. ليه؟ بتنشط تاني الطائر، بتقومه من اول وجديد، ده غير نظام البكتيريا النافعه يعني، وبتنشط الكبد وبتنشط الكلى، وكمان خصوصا ان هو كمان قابل للذوبان في الميه، فده بيخلي الجسم ما بيحتفظش بيه بنسبه كبيره قوي في جسمه، يعني بياخد منه الفايده وبيطرد الزياده منه عن الطيور. هي نص معلقه منه على لتر ميه كافيه جدا، مشكلته الوحيده ريحته قويه جدا جدا، ممكن تفتحوا كيس هتشموه، ولكن هنيجي على طيورنا شويه ونقدمهولهم على عطش هيبقى حلو قوي. طيب ماده الكولين حلوه ايه في ايه كمان؟ ماده الكولين حلوه زي ما قلت لكم للطيور اللي لسه خارجه من امراض معويه ومضادات حيويه قويه. خدوا بالكم كمان ان الادويه اللي احنا بنديها للطيور فيها الوان وفيها صبغات، الكولين بيطرد الصبغه دي من جسم الطائر، لان الصبغه يعني احنا كلنا جماعه عارفين ان الصبغات مضره جدا للكلى والكلى وكبد الطائر، فالكولين هيطرد الماده دي او الالوان دي الصبغيات من الجسم، خصوصا بقى اللي بيربي طيور ومهتم بالوانها، الماده دي هتبقى حلوه قوي قوي. الكولين اللي موجود في الكوميت هيبقى حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، بيساعد على نمو الطيور بطريقه فظيعه، حلوه جدا. نيجي بقى على الماده الثانيه اللي هي البيوتين. البيوتين دي ماده مهمه جدا جدا فيه، لانها موجوده داخل فيها فيتامين ب 7 ب 7، ده حلو جدا جدا في عمليات الايض. الايض اللي هي ايه؟ اللي هي تكوين الطاقه اللي جوه الجسم. البيوتين بيكون الطاقه او بيساعد على تكوين الفيتامينات اللي هتدي طاقه للطيور بتاعتنا. كمان البيوتين بيخلي الانزيمات اللي مش بتشتغل، يعني اشرحها لكم ازاي، يعني في انزيمات بنديها للطيور زي الفيتامينات والكلام ده كله، لما بنديها للطيور دي ممكن ما بتشتغلش الا في وجود ماده البيوتين، فكون ان انا بدي منتج او مكون فيه ماده البيوتين، فكده انا بخلي الانزيمات اللي الطيور عندي محتاجاها من الفيتامين وما شابه الطيور كلها مستفاده منها. كمان بيساعد على هضم الكربوهيدرات، وخصوصا ان احنا ابتدينا ندي بقوليات كتير او استغنينا عن الحبوب وابتدينا ندي البقوليات والكربوهيدرات كتير، فدي بتساعد، البيوتين بيساعد على عملية الهضم وهضم الكربوهيدرات بالذات. بيساعد كمان على صحة وجمال الريش، يعني عندنا حاجتين، الكولين بيخلي الريش حلو
والبيوتين بيخلي الريش حلو، كمان بيخلي البيوتين بيخلي جلد الطيور حلو جدا. كمان بقى بيساعد البيوتين والكولين على الطيور اللي عندها هزة عصبية او الجهاز العصبي عندها مش تمام، يبقى المنتج ده هيبقى معاه حلو جدا جدا اللي هو الكوميت، حلو سعره حلو مناسب قوي. فيه كمان منتج تاني اسمه افيتشول، برضو ده بيطري حلو جدا جدا، بس انا بخاف دلوقتي من الحاجات اللي هي المستوردة، اولا سعرها غالي، تاني حاجة احتمال تكون يعني صلاحيتها منتهية، فده يعني مشكلته. لكن لو ضامنين الافيتشول حلو جدا جدا، ممتاز 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 لان هو مستورد. طيب الكوميت ده هدي منه قد ايه؟ زي ما انتوا شفتوا معايا كده في اول الفيديو، هدي ربع معلقه ممسوحه كبيره من الكوميت ده على لتر الميه، ده يعني حلو جدا جدا. ومش هنزود بقى في المزايا، يعني يا دوبك ندي على قد يعني الكعب بتاع المزقه، حلو قوي عليهم. وبعد 12 ساعه بغيره عشان ما يبقاش بقى مركز اكتر من كده، ان كل ما يقعد يتركز. لان تلاحظوا حاجه، لو بصوا انا في اول الفيديو كنت حطيت المعلقه، اللون بيصفر زياده كل شويه، تمام؟ فهو كفايه عليهم او 12 ساعه، ممكن نديه يومين بس في الاسبوع، هيبقى حلو حلو تحفه، جميل، بنصحكم بيه بجد، حلو جدا جدا للهواء اللي حابه تشتغل بحاجات كيميائيه، او حابه كمان تنظف جسم الطائر. وكل الكلام اللي انا قلته عن المنتج ده، منتج رهيب حلو جدا جدا، استخدموه لو زي ما انا قلت لكم لسه طيوركم طالعه من ادويه معاها زغاليل، عايزينها تهضم الكربوهيدرات اللي هي بتاخدها، عايزين صحتها حلوه، ريشها حلو، كل الكلام ده كل الكلام ده موجود في الكوميت ده، حلو جدا جدا يعني بجد، جربوه حلو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعيل الجرس، وعايزه اللايك بقى الحلوه بتاعتكم على الفيديو عشان ينتشر، عشان الناس تستفاد. اليومين دول محتاجين كل حاجه اللي يستفيدوا بيها، وخصوصا ان احنا مبطلين خلاص الفلارس والبلكم والدينيبة. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، هستناكم في الكومنتات، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله بكره. سلام عليكم.